عزوتي وتاج راسي غسل فكري. اليوم مهرجان عزوتي واحد، احنا اتفقنا ويا ذوي المرضى، يعني صار رأي مشترك حسب رغبتهم والمرضى انه نسوي هاي المهرجان حتى نقدم كل الشكر والتقدير للناس اصحاب الفضل علينا. فريق عزوتي لو ما دعم ومساهمة وعطاء وسخاء اهل المدينة ما وصلنا لهاي الرحمة اللي تشوفها. 50 مريض، مليار و 825 مليار و 825 هو جمعتنا خلال ال 50 حالة مثل ما تشوف. فاليوم ارتئينا نقدم شكرنا وتقديرنا للناس ساهمت ويانا، وكذلك نقدم الشكر الكبير للإعلام الحر اللي وقف معانا، لولاهم ما وصلنا لهذا الثواب العظيم. محافظتنا امتازت عن كل المحافظات بالعمل الإنساني مثل ما شفت جنابكم. التنمر الأخير محافظة المثنى، يعني مثل ما تقول احنا امتازينا بالأعمال الإنسانية وكذلك الفرق التطوعية. مهرجان الأول اللي اسميناه هيبة أهلنا عزوتي رقم واحد، الحمد لله والشكر وصلنا للعدد 50 عملية فشل كلوي. قدرنا نجمع من أهل السماوة من بركات وسخاء وعطاء أهل السماوة مليار و827 مليون دينار جمعناها من الأقضية والنواحي ومركز المدينة. كل الشكر والتقدير لأهل السماوة. احنا هذا المهرجان اليوم اللي سويناه هو انطلاقة شكر لأهل السماوة، جزاهم الله خير، ما قصروا ويانا كل السماوة وفريق عزوتي وما مقصرين. الله شاهد ان شاء الله بركه بسخاء وعطاء اهل السماوه نغلق هذا المركز الكلوي ان شاء الله. انا المريض عقيل عبود من اهالي السماوه، عانيت من هذا المرض فشل الكلوي والفشل تعبني يعني من قد الغسل. سويت مناشده لاهل السماوه الكرام اول ما استجاب لي فريق عزوتي، وانا من هذا المنبر اشكر الفريق عزوتي، هو اللي وقف لي، هو اللي حشد اهل السماوه ولموا لي المبلغ الكافي اللي هو تقريبا 65 مليون، ورافقوني حتى يعني حتى الاربيل. ما عندي امكانيه للفشل الكلوي، فالتقيت بفريق عزوتي وفزعوا لي وساعدوني، وهسه انا ان شاء الله خلال هاي الايام اتجه لكردستان اجري العمليه. وعون الله اوجه لهم الشكر والتقدير، والله يوفقهم على هاي الخدمه الانسانيه. يعني السبب الرئيسي بنجاحنا هو انه كسبنا عامل الثقه، الثقه اللي صارت بين اهل السماء وبين فريق عزوتي الانساني. يعني قمنا نوثق الحالة ومن يوصل المستشفى ومن يسوي العملية، وبعدين من يطلع المريض من العملية هو بنفسيته، يعني المريض يتشكر من أهل السماوة. يعني فانبنت علاقة طيبة ووثيقة يعني مبنية على الثقة، هي اللي ساعدت في نجاح فريق عزوتي الإنساني. مدينة السماوة الغنية.